حققت المملكة المغربية مجموعة من الإنجازات في مجال إرساء دولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان بالموافقة على مجموعة من المواثيق الدولية. ونحن اليوم نحتفي بذكرى اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام. والمجلس الوطني لحقوق الإنسان يعتبر أن الظروف متوفرة حاليا لتسريع سيرورة إلغاء هذه العقوبة. ونحن مشرفون على ثلاث محطات أساسية، أولها غادي يكون في شهر دجنبر المقبل اللي غادي توافق فيه عليه جمعية الأمم المتحدة على قرار الوقف الشامل لإلغاء عقوبة الإعدام لوموغاتوار سور لابليكاسيون لوموغاتوار يونيفرسال سور لابليكاسيون دو لا بان دو مور. ونحن بهذه المناسبة نطالب الحكومة المغربية بأن تصوت لصالح هذا القرار تماشيا مع أن المغرب لم يعد يطبق هذه العقوبة منذ سنة 1993. المرحلة الثانية هي أننا مقبلون على الإصلاح كبير فيما يخص المنظومة الجنائية، القانون الجنائي ومسطرة والقانون المسطرة الجنائية. وفي هذا الإطار كذلك نطالب الحكومة المغربية بأن تلغي هذه العقوبة القاسية واللا إنسانية من المنظومة العقابية، لأنها أنها غير رادعة ولا لا تساهم في محاربة الجريمة. وكل الدراسات والتجارب الدولية تؤكد هذه المسألة. والمحطة الأخيرة وهي أن متعلقة ب ونحن نحتفي بذكرى العشرينية لهيئة الإنصاف والمصالحة التي من ضمن توصيتها طلبت الحكومة المغربية بالمصادقة على البروتوكول الاختياري المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام. والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بوصفه هي مكلف بتنفيذ ومواكبة تنفيذ توصية هيئة الإنصاف والمصالحة. نطالب الحكومة المغربية بأن تصادق على هذا البروتوكول الاختياري.